ثلاث متين معلش مش عم نجرب نطلع لايف بس ما في ارسال بهم كافة الشعب اللبناني وخاصة الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها هو موضوع سلامة الغذاء. الجميع بيعرف انه بتاريخ 24 تموز صار في ابلاغ عن حالة تسمم لعدد كبير من المواطنين هن بالاحرى يعني لبنانيين عايشين في استراليا اجوا لزيارة لبنان في موسم الصيف. واللي صار انه العدد كبير منهم اصيبوا بتسمم بعد قضاء النهار سياحي واكلهم باكثر من محل. حركت بسرعه وزاره الصحه وحقيقه الموضوع كان حساس لسببين. من جهه هنالك طبعا موضوع سلامه الغذاء وسلامه يعني المواطنين والسائحين واللي هو موضوع يعني في صميم عمل وزارة الصحة وواجباتها. والموضوع الثاني طبعا كان انعكاس ذلك على موضوع السياحة وكان في تخوف انه كيف هذا الموضوع خاصة بعد ما أثير في الإعلام كيف كان ممكن يكون له تأثير على الواقع السياحي في لبنان. حقيقة وزارة الصحة دائما أولوياتها هي صحة المواطن ولذلك كان القرار من البداية انه نحن يكون في تحرك سريع يكون في اجراءات حازمه وما يكون في اي تهاون بما يمكن ان يؤثر على صحه المرضى. فلذلك لما صار في تبليغ تحركت بسرعه فرق الترصد الوبائي من الاداره المركزيه بالتنسيق مع مصلحه الصحه العامه بالبقاع ومديريه الوقايه الصحيه في الوزاره. وصار في التحقيق المبدئي من اصل 60 مريض عن ممكن يكونوا تعرضوا للتسمم صار في تواصل مع 46 مريض اخذ كل الافادات من المرضى. بالاضافه لذلك صار في زيارات يعني للاماكن اللي قصدوها هذول السواح. وبنتيجه التحقيقات المبدئيه اللي صارت صار في اشتباه بشكل كتير كبير بأحد الأماكن اللي قصدوها السواح واللي جزء منهم لأنه مش كلهم راحوا على هالمكان وبوجبات معينة تناولوها بشكل أساسي كانت يعني الخضار الطازجة من موضوع السلطات إن كان فتوش أو تبولي أو هالكل. فلذلك صار في أمرين عملناهم. أول لا بسبب الاشتباه الكبير اتخذ القرار بالإقفال الاحترازي للمطعم حتى ما يصير فيه اي عدوى لا يعني اي مزيد من المواطنين او غيره. والموضوع الثاني كان طبعا اخذ العينات وهالامور واستكمال التحقيق. حقيقة النتائج اللي ظهرت نحن هلا حنجي على النتائج ولكن اول بخصوص المرضى من المرضى اللي أصيبوا بتسمم اللي كان عندهم بشكل أساسي إسهال وحرارة والإسهال كان في هنالك كذلك دم في يعني الفضلات أربعة احتاجوا يدخلوا المستشفى. الحمد لله كلهم خرجوا من المستشفى بخير وسلامة ومن غير أي يعني تأثيرات عليهم بعد الشفاء التام. ولكن بما يتعلق بالمطعم المذكور النتائج اللي طلعت من العينات اللي اخذت اكدت انه هنالك كان في العينه كانت غير مطابقه للمواصفات المطلوبه بمعنى اخر كان هنالك تلوث. كان التلوث وجد في
المياه اللي عم تستعمل لغسيل الخضار كذلك وجد التلوث بالخضار نفسها اللي انعمل لها زراعة بمختبرات وزارة الزراعة، وكذلك وجد بعض التلوث بالثلج اللي كان عم يستعمل أو اللي كان عم يستورده يعني أو عم يشتريه من خارج المطعم المسكون. فلذلك هذا أكد الإجراءات اللي أخذتها الوزارة وأكد صوابية الإجراءات الاحترازية اللي أخذناها واللي قدرنا فيها نحن نحمي المواطنين. بالإضافة لذلك يعني هذا الموضوع نحن ما بس الإجراءات اللي أخذناها كانت بهيدا المطعم، ولكن كذلك نحن عملنا زيارات للمطاعم الأخرى في المنطقة اللي هي منطقة البردوني بزحلة، وصار في كشف على المطاعم الأخرى اللي ما كشفت يعني بشكل أساسي مخالفات ضمن بقلب المطاعم أو المطابخ أو اللي هو، وأخذ كذلك عينات من المياه والخضار، ولكن حتى الآن ما ظهر عنا أي تلوث بالعينات اللي أخذناها، ونحن في انتظار مزيد من النتائج اللي سوف تصدر تباً. بهذا الموضوع وبما يتعلق بالمطعم المذكور، فالقرار لوزارة الصحة هو تمديد فترة الإقفال إلى أن يتأمن الإجراءات المطلوبة من موضوع يتعلق بسلامة المياه اللي عم تستعمل لغسيل الخضار، أو بما يتعلق بالظروف المطلوبة كذلك بأماكن تحضير الطعام وغيرها. ونحن سمحنا للمطعم أنه يجري التصليحات، ولكن مع عدم استقبال أي زبائن أو أي مواطنين إلى ما تخلص الإجراءات، ومن ثم يرجع ينعاد الفحص وينعاد كذلك زراعة إن كان نحن الزرع اللي نعمله من المياه أو الأمور الأخرى، ولنتأكد تماماً إنه ما بقى في أي تلوث قبل ما نرجع نسمح ب يعني فتح هيدا المطعم. الموضوع الأساسي اللي نحن حقيقة عم نقوله للمواطنين إنه وزارة الصحة إن كان مديرية يعني الوقاية الصحية أو إن كان المفتشين اللي على الأرض هن حريصين وساهرين على موضوع سلامة الغذاء، ولكن هذا مع الإجراءات اللي نحن عم نتخذها وما دائما يعني بتكون هي على الإعلام، ولكن كلها يتكون عم توصلكم أيام نحن لما عم نسكر إن كان سكرنا ملحمات أو مطاعم أو أماكن أخرى نحن عم نشارك فيها الرأي العام بشكل أساسي، ولكن نحن هذا لا يمنع أنه كذلك المواطنين وخاصة بالظروف اللي عم نمر فيها من شح أيام للمياه والتلوث الكبير اللي عم بيكون بالمياه السطحية اللي مصلحة مياه في لبنان عم بتخبرنا عنه، أنه يكون في هنالك انتباه من يعني المطاعم اللي هي عم بتحضر هالأكل وأيام عم تلجأ لاستعمال هيدي المياه بتحضير الأكل، ومثل ما شفنا الثمن كان يعني باهظ إن كان من المواطنين، ولكن أشد كذلك عم بيكون منها المؤسسات اللي وزارة الصحة لن تتردد مش بس بالإقفال وصولا إلى أنه نحن نقفله بشكل نهائي إذا أي مطعم ممكن يصير في هالحوادث، بغض النظر عن كل ما يثار من الكلام عن موضوع موسم سياحي وما موسم سياحي أو آخر. نحن وزارة الصحة ولسنا أي وزارة أخرى، ولذلك صحة المواطن هي بالنسبة لنا الأمر الأساسي. فنحن هذه هي الإجراءات اللي نحن مستمرين بأخذها، ولكن بنفس الوقت نحن كذلك عم نرجع نشدد على كل المرافق السياحية المطاعم بشكل أساسي على الإجراءات المطلوبة. عم نحن استباقيا عم بيصير في تواصل معهم والتأكيد على الإجراءات اللي هي مطلوبة منه لحتى نحفظ نحن سلامة الغذاء للمرتدين لهيدي المطار. أخيرا أنا بدي أشكر حقيقة الفرق العاملة بوزارة الصحة على دايما السهر واليقظة بهالظروف الصعبة، برجع أقول اللي عم يشوفها لبنان والإدارة العامة، وبرجع أجدد الوعد للمواطنين وللسائحين أن وزارة الصحة حتكون قائمة بكل واجباتها لتأمين سلامة الغذاء بالنسبة لنا. وشكرا. معلم الصلاة، كثير مطاعم كلها يوم مطاعم في حالات
نشوف بين حالات تسمم بين مواطنين حتى أيام بيكونوا ببيته. لذلك هون نرجع لذلك ما في شك إنه موضوع الكهرباء، موضوع البرادات، موضوع الغسيل، يعني أنت موضوع أيام الشح بالمي بتخلي بعض الناس تلجأ لأيام مياه غير نظيفة أو معقمة لحتى تغسل أو ما تغسل الخضار بشكل كتير جيد. فنحن هذا الموضوع يعني الإجراءات الأولية كتير مهمة. نحن بهمنا نرجع نقول إنه نحن ما حنجي، يعني الإجراءات اللي بدنا ناخدها يجب أن تكون مبنية على أسس علمية، وإلا نحن عم نكون عم نفتر على إن كان أي مؤسسة صحية. ولذلك بموضوع هذا المطعم بالذات مثل ما شفنا إنه نحن كان هنالك تحقيق، كان هنالك أمر احترازي وتأكد بالزرع، ولذلك كانت الإجراءات اللي عم نذكرها. نحن منشجع المواطنين اللي يتواصلوا مع وزارة الصحة ويبلغونا بهذه الحالات، والفرق التابعة لوزارة الصحة على أكمل الاستعداد لحتى هي كذلك تجري التحقيقات اللازمة لما عم وصلنا أي خبر عن أماكن فيها شبهة تسمم أو غيره.